بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل الدورة اللي احنا ابتديناها عن موضوع الزلازل والإيتابس. دي بس كده صورة المصنع، كان 3 أدوار في مدينة العبور، حصل له طبعا انهيار زي ما حضراتكم شفتم. طبعا في لجنة من كلية الهندسة راحت عينت الموقع، وطبعا كان تحليلها الأول إن الأعمدة قطاعاتها قليلة وده سوء تصميم. طيب، رأي ناس كتير جدا جدا ان السبب الرئيسي هنا في انهيار السقف ده، على فكرة ده كان سقف فلسطيني، هو ان البنش انصيف، وده الرأي الاصح، مش ان قطاعات الاعمدة صغيرة. طيب، ما هي هي يعني ايه؟ يعني البنش هنا انصيف، ده رأي، والرأي التاني ان قطاعات الاعمدة صغيرة. ما هو البنش اساسا لو انصيف لازم نعالجه. طيب نعالجه بايه؟ يا اما بزيادة سمك البلاطة، يا اما بزيادة قطاع العمود، يا اما الاتنين مع بعض. فهو ده السبب الرئيسي في انهيار مصنع 3 أدوار فلات سلاب بسبب حاجة زي كده، ان مصمم اهمل تشيك البنش. طيب نكمل بقى الموضوع اللي احنا ابتديناه عن البي دلتا افكت. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الكونسبت، وقلنا ان موضوع البي دلتا ليه اتسمى اساسا بي دلتا افكت، البي اللي هو النورمال فورس، والدلتا الدلتا اللي عندنا، واتكلمنا عنه وايه اللي المفروض ان احنا نحسبه. اتكلمنا عن ان السيتا بتتحسب ازاي والجدول اللي اتكلمنا فيه. طيب بعد كده احنا عايزين دلوقتي نعمل جدول الاكسل ده ازاي على برنامج من الايتابس والاكسل. طيب ده انا عندي ده البرج اللي احنا كنا شغالين فيه اخر مره، اللي هو ديفاين ستاتيك لود كيسز، اللي هو اللي احنا كنا مدخلينه في المره اللي فاتت. طيب انا المطلوب مني دلوقتي اعمل ايه؟ انا عايز اعمل ملف اكسل. هنيجي نبتدي نعمل زي ما احنا قلنا، طيب احنا قلنا ايه يا جماعه؟ قلنا هنعمل هنا حاجه اسمها الستوري، وهنعمل هنا اللي هو الارتفاع اللي اسمه اتش، بعد الاتش بنجيب اللي هو البي، بعد البي بنجيب طبعا حاجه اسمها الفي اكس، او الحاجه الفي اكس، بعد الفي اكس بنجيب اليو اكس، بعد اليو اكس بنجيب الدلتا اكس، بعد كده هنكتبها حتى دلتا اكس، بعد كده بنعمل نفس الكلام في اتجاه الواي اللي هو الفي واي، بعد الفي واي اليو واي، بعد اليو واي بنعمل بعد الدلتا هنا يا جماعة طبعا بنجيب السيتا اللي احنا اساسا بندور عليه، فنسميه مثلا سيتا اكس، ونبتدي نعمل نفس الكلام في واي يو واي دلتا، نسميها بقى ان هي دلتا واي، بعد كده نجيب سيتا دي نحطها هنا كنترول في، يبقى هنا دي اسمها سيتا. طيب هو ده يا جماعه اللي انا مطلوب مني ان انا اجهزه عشان اطلع حاجه اسمها سيتا اكس، واطلع حاجه اسمها سيتا واي، واقارنهم برقمين. الرقمين دول كانوا ايه؟ الرقمين دول كانوا 1/10 وكانوا سيتا ماكسيمم، ايا كان سيتا ماكسيمم تطلع ازاي. طيب لما نيجي هنا بقى على برنامج الايتابس نكمل الشغل اللي احنا قلنا عليه ده، ديسبلاي شو تيبل. طيب هاجي اقول له هنا مثلا انا عايز الداتا دي كلها، يبقى اخش في لود ديفينيشن. طيب هنخش هنا في الايه، في البيلدينج داتا ستوري داتا
نجيب التيبو الاولاني كده نقول له اوكي. طبعا ده الاستيريو دي الاتشات، او ما انا واخد ده كله وموديه فين، كوبي يعني كنترول سي، واجي هنا في ملف اكسل بعيد كده مثلا اقول له كنترول في. طبعا ده الاستوري اللي انا عايزه وده الاتشات بتاعتها، اقوم واخدهم كده كنترول اكس مثلا وحاططهم هنا، يبقى ده كده كنترول في. يبقى ده كده اول حاجه انا انتهيت منها اللي هو الاستوري والاتش، ومنتهى البساطه على طول عشان ما اخدش وقت. طيب عايز انا البي، طب البي عباره عن ديد لود زائد لايف لود. يبقى انا هاجي هنا، طب في حاجه مهمه جدا احنا هنا يا جماعه، انا بقول ان البي عباره عن ديد لود زائد لايف لود. طب هل ينفع ان انا اشتغل working ديد لود زائد لايف لود وهنا الفي اكس اساسا اللي هي قوه الزلزال محسوبه التيميت؟ طبعا احنا عارفين ان الزلزال عباره معقول كل القوى اللي فيه والفاكتورز اللي فيه ان هي ايه التيميت، على العكس من الويند لود. الويند لود working، يبقى ده عباره عن 1.4 ديد زائد 1.6 لايف على اساس ان هي حولها للالتيميت. طب اجي هنا هقول له ديفاين لود كومباينيشن، اعمل لود كومباينيشن نسميها بي. طب البي دي عباره عن ايه؟ عباره عن الديد لود مضروب في 1.4 وعباره عن اللايف لود مضروب في 1.6، واقول له اد اوكي. طيب انا عايز اطلع ايه دلوقتي؟ انا عايز اطلع البي ديت عامله ازاي. فلما اجي هنا اقول له ديسبلاي شو تيبل واقول له وريني رياكشن، احنا عايزين الستوري فورسز، ستوري فورسز هنلاقيها هنا اهي ستوري شيرز. ده الستوري شيرز ده اللي هو هيطلع لي ستوري شيرز، هيطلع لي الفي اكس والفي واي، وده الجدول ده طبعا هنحتاجه. طيب ناخده على طول، نختار الكلام ده كله ونقول له ايديت كوبي، نروح هنا على ملف الاكسل نشيل الكلام ده كله ديليت، نيجي كنترول بي. طيب نيجي نعمل بس موضوع فلتر عشان نعرف نشتغل. الستوري طبعا انا عايزه كله اللي هنا لوكيشن، طيب مش هيهمنا اللوكيشن دلوقتي، اللي احنا عايزينه الستوري طبعا سيلكت اول اوكي. طيب الحاله هنا حاله التحميل اللي انا عايزها هتكون عباره عن الايرثكويك اكس الاول اهي، يبقى ده موضوع اللود. طبعا نشيل الكلام ده ونخلي بس الايرثكويك اكس ونقول له اوكي. طيب اللوكيشن طبعا اختار البوتوم، ده الحاله ده الفي اكس يا جماعه هو اللي بنتكلم عنه. يبقى ملحوظه ثانيه بكرر تاني نفس الكلام يا جماعه، ان المعادله اللي انا بتكلم فيها ان السيتا بتساوي البي في الدلتا على الفي في الاتش. الفي ليس مقصود بها القوه اللي بتاثر على المنشا، لان شفنا قبل كده في بعض شروحات ان الفي ديت هي عباره عن القوه اللي بتاثر، لكن غلط. الفي هي عباره عن السيزميك شير فورسز، شير فورسز لازم تكون قوه القص، بحيث ان انا اخر رقم عندي هو 492. فاكرين الرقم ده؟ الرقم ده طبعا اللي هو الاف بيز اللي انا حسبته مانوال واللي البرنامج حسبه. طيب يبقى ده الفي اكس اهو، نقول له كنترول سي، نيجي نحط الفي اكس هنا كنترول في تمام. وانا طبعا القوه تحت خالص عند الاساسات بصفر. طب لو انا جيت اجيب الفي واي بديهي هي نفس القيمه، بس برضه هنا نيجي نقول له خليها الايرثكويك ايه واي اوكي، هلاقي هي نفس الايه القيمه، لان احنا قلنا تكرارا ان الاف اكس هي الاف واي والام اكس هي الام واي. كنترول سي اجي احطها هنا كنترول دي. طيب انا لسه عايز الستوري فورسز اللي بتاثر عند كل دور نتيجه البي دي تمام. يبقى هي ده البي نتيجه حاله التحميل اللي اسمها بي، هو ده برضه في نفس الايه في نفس تيبل. يبقى هاجي هنا واقول له انا عايز حاله لود باسم ديد، لا باسم مين؟ باسم البي. اقول له اوكي، ده البي واللوكيشن بوتوم، وده البي كله اللي بيأثر على كل دول. كنترول سي. طيب الحاجه الثانيه يا جماعه اللي انا بتكلم فيها ان برضو ما ينفعش ان انا استخدم ده عباره عن ديد لود ولايف لود، يبقى كده معناه ان هي وركينج ستيت،
واجي هنا ال Vx دي محسوبة كل الفاكتورز على اساس ان هي ايه ultimate، فلازم ده يكون برضو مضروب في الفاكتورز بتاعته. طيب يبقى انا كده يا جماعة بحاول ان انا اعمل ملف اكسل يبسط لي الموضوع بسهولة. انت حضرتك ممكن تقول ان الموضوع باخد وقت ان انا اقعد اعمل التشيك على البي دلتا والكلام ده، لكن هو لو انت قاعد شغال مش هياخد وقت، لكن انا بس بحاول اعمل ببساطة عشان الموضوع يكون بسيط. طيب بعد كده عاوز احسب الدلتا اللي هي اليو الاول، بعدين بحسب الدلتا. اليو عبارة عن، احنا قلنا اليو هي عبارة عن الديافرام center of mass displacement. يعني ايه بقى diaphragm center of mass displacement؟ هي دي قيمة اليو. طيب بتيجي منين؟ لو انا جيت هنا قلت له display show tables ودخلت هنا في موضوع displacement، وهنا هيقول لي حاجات كتير. انا عايز بقى اللي هي كلمة مين؟ diaphragm center of mass displacement، هي دي اليو اللي انا بدور عليها. فهي دي بالظبط، هي دي اليو اكس ودي اليو واي اللي انا بدور عليها طبقا لحالة التحميل طبعا. طيب فانا هنا هقول له اطبع التيبل ده كله وحطه لي فين، نشيل بقى ده خالص. انا بنحاول ان احنا نخليهم كلهم في ملف واحد بدل ما نقدر نحمل من ملف لملف. كنترول في. طيب هنيجي برضو نعمل فلتر عشان نعرف نختار براحتنا. طيب الستوري هنا طبعا كل الادوار سيلكت اقول اوكي. طب هنسيب احنا بقى موضوع الدايفرامات ده، لان الدايفرام طبعا الستوري 20 معروف ان هو الدايفرام رقم 20، لكن اللي يحدد لي بقى موضوع الدايفرام ان انا هاجي هنا واقول له اللود الحاله بتاعتي انت عايز انهي حاله، هقول له عايز الايرث كويك اكس. طيب بعد الايرث كويك اكس هتيجي تجيب لي اليو اكس نتيجه ان الستوري 20 دايفرام 20، الستوري 19 دايفرام 19، الستوري 18 دايفرام 18 وهكذا. يبقى جاب لي كده قيم اليو اكس، يبقى هي دي كده قيم اليو اكس اللي انا عايزها. كنترول سي واروح احطها هنا كنترول في، وطبعا بديهي ان اخر قيمه لازم تكون صفر. طيب بجيب برضو في نفس الوقت موضوع اليو واي بس طبقا لحاله التحميل اللي هي ايرث كويك واي. طيب ده الايرث كويك واي، اجيب برضو اليو واي اللي هي دي اقول له كنترول سي. لو احنا خدنا بقى يا جماعه بالنا من حاجه مهمه جدا، الرقم ده بيفكرنا بايه والرقم ده بيفكرنا بايه؟ طبعا الرقم ده بيفكرني بالديسبليسمنت اللي عند الاستوري رقم 20 في اتجاه اكس، وده الرقم ده بيفكرنا بالديسبليسمنت اللي عند الاستوري 20 في اتجاه واي. يعني ده هي كانت عند النقطه كام لو فاكرين؟ كانت عند النقطه 31، ودي كانت عند النقطه كام؟ رقم 6. طيب بجيب بعد كده يا جماعه الدلتا، دي مهم جدا بقى. الدلتا عباره عن قلنا الديفرنشال ديسبليسمنت ما بين الاثنين دول. طيب بس في حاجه برده تبع للكود اللي احنا شغالين بيه. طبعا احنا دلوقتي لما جينا نشرح يا جماعه قلنا الكود المصري بيقول ايه في النقطه دي، والكود الاوروبي والامريكي بيتكلموا في نفس النقطه. طيب هنتكلم برضو على حاجه صغيره، هي دي البي في الدلتا اللي احنا بنتكلم فيها من ساعتها. هنا بس في حاجه صغيره، ان الدلتا دي يا جماعه اللي هي اللي انا بحسبها عباره عن فاكتور اسمه السي دي اللي احنا قلنا عندنا بكام. احنا قلنا ان السي دي عباره عن 4 في مثالنا ده. طيب والاي ده امبورتنس فاكتور، ده قلنا باربعة. طيب وده امبورتنس فاكتور. طيب امبورتنس فاكتور ممكن يكون واحد، ممكن يكون واحد واتنين من عشرة، مش فارقة حسب نوع طبعا المنشأ. يعني لو هو خرسانة عادية يبقى بيكون واحد، لو هو خرسانة بريستريزد او خرسانة خاصة بيكون واحد واتنين من عشرة. ودي الدلتا اللي هي الايه بقى، اللي هي عبارة عن اللي هي عبارة عن ايه، عبارة عن الفرق ما بين كل displacement ما بين السنتر اوف ماس بتاعته. طب يعني كل الجديد ايه؟ اهو يا جماعه كل الجديد ان انا هنا هقول له يساوي الفرق ما بين الرقمين ده، ده ناقص الرقم ده ايه في القوس، بضربه في حاجتين اتنين، في السي دي على الامبورتنس فاكتور. فالسي دي بكام؟ باربعه على الامبورتنس فاكتور بتاعنا. سي هناخده بكام؟ بمثلا بواحد واتنين من عشره، يبقى اربعه على واحد واتنين من عشره بكام؟ اربعه على واحد واتنين من عشره يطلع مثلا تلاته وتلاته وتلاتين من ميه، يبقى الرقم ده اتضرب في تلاته وتلاته وتلاتين من ميه.
انتر، واقوم انا عامل نفس الكلام على كل اللي تحت ده. طيب اجي هنا دلتا واي نفس الكلام بالظبط، يساوي افتح قوس الرقم ده ناقص الرقم ده اقفل قوس في 3 33%، انتر، اسحب نفس الكلام ده كله في الاخر. جميل. طيب انا ببسط الامور على برنامج الاكسل عشان اقدر اوصل للسيتا والسيتا. طب ايه السيتا بقى؟ قانونها بيساوي ايه؟ من غير ما ارجع لحفظ القوانين ولا حاجه، عباره عن المومنت السنوي على المومنت الرئيسي المضروب في فاكتور. يعني بيساوي افتح قوس المومنت السنوي اللي هو عباره عن ايه؟ البي في الدلتا. ده بيساوي البي في الدلتا، اقفل قوس اقسم على افتح قوس البي في الدلتا على الفي في الاتش على ادا الفي في الاتش في السي دي اللي هو بكام؟ ب 4. اقفل القوس انتر. هو ده الرقم اللي انا بدور عليه، واعمل نفس الكلام لكل الارقام اللي تحت. طبعا دي ما ينفعش اقسم على صفر، فهي كده كده صفر. تمام يا جماعه؟ طيب نفس الكلام بعمله هنا، بيساوي تاني اهو يا جماعه، بيساوي افتح قوس عباره عن البي في الدلتا ادا البي في الدلتا، اقفل القوس على افتح قوس البي في الدلتا على مين؟ على الفي بقى اللي هي الفي واي في الاتش، الاتش اللي هي دي في 4، واقفل القوس ويساوي. تمام، واعمل كل ده. طيب انا عامل سايب دي ليه مثلا؟ عشان اقول له مثلا ان الرقم ده بيساوي ده في -1 عشان يكون بالموجب. كذلك هنا بيساوي الرقم ده في -1 عشان يكون بالموجب. طيب بقى انا المطلوب مني ايه دلوقتي؟ المطلوب مني ان انا عايز اجيب السيتا برضو اللي انا بدور عليها. طيب يبقى انا اجي اقول له هنا ان السيتا ماكسيمم اتجاه اكس بتساوي ايه بقى؟ الماكسيمم في اتجاه اكس طبعا هنجيب دالت ماكسيمم، يعني نقول له يساوي ماكس، نفتح قوس كل الارقام دي ماكسيمم للسيتا كلهم، واقول له واقفل القوس وانتر، طلع لي بوينت 1.169. طيب لو جيت اجيب هنا الماكسيمم واي، اقول له هنا يساوي افتح قوس لكل الارقام دي كلها، واقول له اقفل قوس انتر، طبعا تاني يساوي ماكس، افتح قوس الارقام دي واقفل القوس هنا، اقول له يساوي، طلع لي طبعا الرقم ده. طيب انا عندي يا جماعه الارقام ديت المفروض عندي 1/10، وعندي هنا سيتا كام؟ ماكسيمم. طيب نبص على السيتا ماكسيمم هنا كنا بنحسبها ازاي عشان نبقى السيتا ماكسيمم. طبعا عباره عن نص على البيتا في السي دي، البيتا قلنا بواحد والسي دي باربعه، يبقى نص على الاربعه، نص على اربعه، ولازم تكون اقل من او يساوي 0.125. 3.125 يعني اقل من مين؟ من الربع. يبقى انا عايز اقارن الرقمين دول ب 0.125. طيب قلنا ايه تاني؟ قلنا لو السيتا عموما، قبل ما نبص على النتائج، قلنا لو السيتا عندنا يا جماعه حاجه من اللي احنا هنقولها دلوقتي نركز فيها جدا. احنا قلنا يا جماعه ان احنا بنحسب الايه؟ السيتا. قلنا ان انا بحسب السيتا اللي هي عباره عن البي في الدلتا على الفي في الاتش في السي دي. قلنا نقارن السيتا ديت بحاجتين اتنين، ب1/10 وبسيتا ماكسيمم. لو السيتا بتاعتي اقل من 1/10 يبقى نجلكت.
ولو الثيتا بتاعتي اكتر من الثيتا ماكسيمم يبقى في النظام بتاعك مش هيقدر يشيل كل الزلزال اللي جاي، يبقى لازم يتعيد تاني ريديزاين. ريديزاين يعني ممكن تزود حوائط، ممكن تكبر حسب التصميم ما يطلع. لو طلعت ما بين الاثنين يبقى انا عندي في ثيتا بي دلتا افكت، يبقى هنا في بي دلتا افكت ولازم اخدها في الاعتبار على برنامج الايتكس. يعني معنى كده ان المومنتس وكل اي حاجه عندي ديفورميشن اي حاجه لازم يحصل لها ايه؟ ان هي تزداد. طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده في النتائج اللي احنا عملناها على برنامج الايه؟ الاكسل. لو انا جيت اشوف النتائج ده يا جماعه الاقي ان ده تقريبا 17% والاقي ان ده تقريبا 15%، يعني في كلتا الحالات الاثنين اكتر من البوينت 1.25. اذا النظام الانشائي بتاعي مش هيقدر يشيل الزلزال، وده كلام منطقي؟ اه طبعا، لان انت عندك زلزال بيأثر الاف بيس بتاعته 492 بيأثر على برج بدون ولا حيطه موجوده، بدون ولا حيطه ولا كور ولا اي حاجه يشيل ده، كلها قطاعات اعمده بسيطه جدا 60 في 60 لمده 20 دور. طبعا الكلام منطقي جدا جدا، لكن طبعا لو انا شغال على برج او اي مشروع وعندي طبعا حوائط هلاقي ايه؟ اول حاجه هلاقي ان الرقم ده بيتغير معايا طبعا، لان هنا النورمال فورس هتسحب اكتر للحوائط وبالتالي بتقل على الاضواء. فالمعادله كلها اللي بتضم البي في الدلتا عشان الرقم ده يقل، ايه اللي بيحصل؟ عشان الرقم اللي هو ده يقل، البي في الدلتا على البي. الرقم ده انا عايزه يقل ليه؟ كل ما كان اقل كل ما كان احسن ليا، خلاف ان انا معمل ريديزاين. فعشان الرقم ده يقل ايه اللي يحصل؟ يبقى لازم موضوع ان البي هو يزداد. طيب انا هفترض دلوقتي حالا ان الرقم بتاعي، طبعا احنا عارفين لو طلع اقل من 1/10 يبقى نيجليكت البي دلتا افكت، خلاص جميل. ولو طلع اكتر زي المثال بتاعنا بنعمل ريديزاين. يعني ايه كلمه ريديزاين؟ يعني ان احنا بنزود حوائط او بنعيد تصميم الحوائط بتاعتنا. لكن لو طلع معانا هنا، وغالبا لو مشروع حقيقي في حوائط وفي احمال كويسه والكلام ده، يعني مشروع تحت الدراسه، بيطلع دايما الثيتا ديت هنا. طب نشتغل ازاي الكلام ده على برنامج الايتابس وايه التغييرات اللي هتحصل؟ تعالوا نشوفها مع بعض. طيب انا عندي هنا يا جماعه ده البرج اللي انا شغال عليه اللي هو ال 20 دور اللي هو فيه الاحمال اللي انا كنت بتكلم عليه. طيب انا دلوقتي هركز تاني برضو مع حضرتك في موضوع الارث كويك اكس اهو. نجيب تاني قيمه الديسبليسمنت هتطلع كام؟ تقريبا بوينت واحد زي ما احنا كنا قايلين، بوينت 1.71. طيب لو جينا في اتجاه الواي برضو، لو جينا هنا في اتجاه الواي هلاقي ان الرقم ده بوينت 1.54، مفيش مشكله. طيب لو انا جيت هنا عملت سيلكت للاعمده بس، قلت له اوكي فيو شو سيلكشن اونلي، وجيت مثلا قلت له هات لي ام 3 3، اوكي. طبعا الرقم ده انا هتكلم مثلا عن عمود معين بذاته، هنا عند الصفر والصفر ده، ده ام 3 3، يعني تقريبا رقم واحد وشويه. لو انا قلت له هات لي ام 2 2، انا كنت عايز اجيب، خلاص هنقارن برضو بنفس النتائج مفيش مشكله. العمود اللي هو على الطرف ده خالص ماشي مفيش مشكله، كده كده احنا هندرس ان شاء الله مشروع حقيقي. ده هو نتيجه الارث كويك اكس يا جماعه، ام 3 3 نتيجه الارث كويك اكس طلع الرقم ده اللي عندي كام؟ 48. طيب تعالوا بقى نشوف النتائج دي كلها لو انا خدت في الاعتبار البي دلتا افكت. نخلي بالنا من الارقام دي. طيب اخد البي دلتا افكت ازاي؟ طبعا هفك الحل عشان نشوف هنعمل ايه.
انا هنا عندي يا جماعه لما اجي اعمل بي دلتا افكت، يعني انا خلاص حلت الموديل عندي دلوقتي بالطريقه الاولانيه اللي هي الايكوفالنت لاترال فورس، او بالطريقه الثانيه اللي هي المانوال كالكوليشن، وعملت ملف الاكسل بتاعي وطلع ان السيتا هنا محصوره ما بين 1/10 وبوينت 125. بعمل ايه؟ ببدا ان انا، على فكره يا جماعه احنا لو حللنا الكلام ده بالكود المصري بالظبط هتقريبا هتطلع نفس النتائج بدون اي اختلاف، لان السي دي هي بالظبط انا واخدها في الاعتبار في الدلتا وفي السيتا. يعني انا عندي هنا في الدلتا واخدها في الاعتبار، مش انا قايل هنا 4/1.2 واخدها في السيتا، فهي هي بالظبط اكنهم يعني رقم قسمت عليه ورجعت ضربت فيه تاني بالنسبه للكود المصري. طب لما اجي اعمل اناليسيس هقول له سيت اناليسيس اوبشن، واجي هنا اقول له انكلود بي دلتا افكت. تمام، يبقى انا دلوقتي بعد ما عملت الموضوع ده ولقيت ان السيتا واقعه ما بين 1/10 وبوينت 125، بقول له انكلود بي دلتا افكت، واقول له سيت بي دلتا بارامتر. طيب بيجي لي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عايز بانهي طريقه؟ طريقه النان اتريتيف ولا بالاتريتيف؟ النان اتريتيف يعني بتعتمد على الكتله. انت كده هتدخلنا في موضوع تاني، الكتله. طيب وهنا في اتريتيف بيعتمد على اللول كومباينيشن، وايه الماكسيموم اتريشن وايه الريليتيف وايه الكلام ده. طيب انا هرد عليه عن طريق دلوقتي يا جماعه البرنامج بتاعنا بياخد تاثير البي دلتا افكت بطريقتين مختلفين زي ما حضرتك شفت على البرنامج دلوقتي. طريقه اللي هي النون اتريتيف اللي هي بتعتمد على الماس، طريقه بتعتمد على الكتله، وطريقه بتعتمد على اللود. يبقى في طريقه بتعتمد على الماس وفي طريقه بتعتمد على اللود. طب ايه الفرق ما بين الاثنين وانه الاحسن؟ طيب احنا هنفترض ان كلمه اتريتيف ديت اللي هي الاتريتيف الاولاني دي عباره عن ال، ال يعني ايه؟ لود. والنون اتريتيف اللي هي الام، ام يعني ايه؟ اللي هي الماس. طيب تعال نقارن ما بين الحاجتين. اول حاجه من ناحيه حساب الاحمال، موضوع اللود طبعا عايز لود كومباينيشن كتيره جدا، عايز ان انا اعمل له لود كومباينيشن عشان يجيب لي هو الاوبتيمم بتاعتها. لكن طبعا اللي بتعتمد على كتله المبنى ديت من احمال، من الديد لود واللايف لود. طيب ماشي دي مفهومه. طب الدقه، قال لك ان موضوع اللي هو بيعتمد على اللود دقيق، لكن اللي بيعتمد على الماس طريقه تقريبيه. طب بس كده؟ لا، احنا طبعا معانا هنا ده اللود وده الايه وده الماس. قال لي طيب هنا ان الوقت المستخدم للحل، وهنا حاجه مهمه جدا فيها اسمها اللوكال باكلينج. طبعا احنا عارفين اللوكال باكلينج ان هو طبعا هنا في موضوع اللود هياخده معايا في الاعتبار، لكن هنا في الماس مش هياخده معايا في الاعتبار. يعني حاجه مهمه جدا، انا عايز ازود مومنت مش عايز اقلل. فطبعا لما هو ما ياخدش اللوكال باكلينج معناه كده ان هو مش هياخد تاثير المومنت الاضافي نتيجه اللوكال باكلينج، فطبعا ده مش مستحب. اذا في النهايه يا جماعه بيفضل استخدام هذه الطريقه ولا يفضل استخدام الطريقه اللي بتعتمد على الماس. طيب اذا دلوقتي انا وصلت ان انا هستخدم الطريقه اللي هي بتعتمد على اللود كومباينيشن. طيب انهي حاله لود كومباينيشن بالظبط بقى؟ طيب انا دلوقتي هعتمد على اللود كومباينيشن. خلاص يبقى احنا عرفنا الاثنين دولت، خلاص هنعتمد على موضوع اللود ايه؟ اللود كومباينيشن. طيب ايه بقى الماكسيمم اتريشن؟ الماكسيمم اتريشن دي عدد تكرار الحل، وبيفضل ان هي بتتاخد من رقم من 2 لـ5، يعني من 2 محاولة لـ5 محاولات بحد اقصى. فانا مثلا اخدها 3. طيب ايه بقى الرقم ده؟ الرقم ده يا جماعه لازم يكون 1/10. ايه بقى معناه 1/10؟ انا بقول للبرنامج ان بعد اذنك لو السيتا، هو طبعا فهم موضوع، طبعا كلمه بي دلتا عنده طبعا فاهم موضوع السيتا والكلام اللي انا بشرحه ده كله هو فاهم. بقول لو السيتا الرقم ده 1/10 نيجلكت، دي معناها كده الريلاتيف تورنس ديسبيسمنت قد ايه؟ 1/10 نيجلكت. اكتر من 1/10 خدها في الاعتبار. طب لحد كام؟ خلاص هو ما عندوش بقى لحد كام، يبقى هي اقل حاجه 1/10 اهملها، 1/10 فما اقل اهملها، اكتر من 1/10 خدها معاك في الاعتبار. طب ايه هو بقى اللود كومباينيشن اللي يديني ده؟ طبعا في حالات تحميل جدا ناس كتير طبعا حلوا بموضوع البي دلتا تكرارا، وحلوا ان في حالات تحميل بتحصل، لكن الماكسيمم او الاوبتيمم عندك، ودي طبعا كانت رساله ماجستير كنا حضرناها، ف
فالاوبتيمم هنا عشان حاله التحميل دي بالظبط عباره عن 1.2 زائد نص اللايف لود، يبقى ده 1.2 وهنا لايف لود نص. تمام، يبقى هي وده يا جماعه حاله التحميل اللي تعطيني اكثر قوه ممكن يتحملها البي دلتا عشان ياخدها في الاعتبار، 1.2 زائد نص اللايف لود. بقول له اوكي اوكي، انا كده قلت له انكلود اوكي، بعمل ران تاني ونشوف الاختلاف اللي حصل. طبعا الاختلاف هيزيد ليه؟ لان في مومنت اضافي جه، نتيجه ايه؟ نتيجه ان في لاترال فورس حصل دلتا وفي ديد لود ولايف لود، ده حاجه بديهيه مفيش فيها اعتبار، يعني مفيش فيها ادنى نقاش. عندي برج اهوت خلاص في قوه جانبيه حصل لي دريفت دلتا مع الحمل الزياده بيحصل لي ايه؟ مومنت زياده. نفس الفكره بالظبط، نفس الفكره بالظبط ونفس المفهوم لما كنت باجي اشوف ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجيب الديفورميشن نتيجه الديد لود. بجيب الايه؟ الديفورميشن نتيجه الديد لود. المفروض نتيجه الديد لود الاقي ان المنشا بتاعي بيتحرك في اتجاه الزد طالع نازل. لكن في بعض الاحيان بلاقي ان هو بيعمل لي عمليه دوران حوالين محور زد، ده ليه؟ ده نتيجه ان في تورشن. طب والتورشن نتج منين؟ لو جينا نشوف لموضوع التورشن هنلاقي ان كلمه البي دلتا افكت داخله فيه. ازاي؟ ان شاء الله نوضح الكلام ده. طيب لما اجي اشوف بقى الارقام تاني اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. تمام، اجي هنا اقول له وريني بقى كده الديسبليسمنت نتيجه الارثكويك اكس. طيب هنلاقي ان الرقم ده 0.191. طبعا ليه؟ الرقم كل الارقام بتاعتنا هتزداد، كل الارقام بتاعتنا هتزداد، والارثكويك واي اللي هو كان 0.154 طبعا هيزيد عن الرقم ده. ده الارثكويك واي. هنيجي نبص اهو نلاقي الرقم ده بقى 0.17. طيب ايه تاني؟ لو انا جيت قلت له سيلكت كولم فيو شو سيلكشن اونلي وقلت له وريني ام نتيجه الارثكويك اكس واقول له وريني القيم دي، كانت طبعا اقصى قيمه كانت المره اللي فاتت تقريبا 85 او 81. طبعا هنيجي نشوف نلاقي القيمه بقت هي القيمه كانت كام؟ نتيجة ريم ارثكويك اكس ام 3 3، ده الرقم ده اصبح 54. قلت له نتيجة الارثكويك واي كاد يكون ال، طبعا الرقم ده لازم يكون ازيد، هو 54. الناتج اللي فات كان كام؟ اكيد طبعا ده زاد لان هنا عندي المومنت زاد. طيب ده موضوع البي دلتا افكت، ان هو بيعمل لي على زياده المومنت وباخده في الاعتبار، حاجه مهمه جدا. ده ملف الاكسل ازاي حسبناه من الاول للاخر. وان شاء الله المره الجايه نبتدي في بقيه حلقات الدوره اللي احنا كنا قلنا ان احنا عندنا خمس حاجات اساسيه عايزين نتكلم فيهم، اللي هو موضوع البي دلتا افكت، موضوع الايكوفالنت لاترال، موضوع المانوال، لسه لنا الريسبونس سبيكترم، ولسه لنا التايم هيستوري. ان شاء الله نكمله مع بعض المره الجايه. والسلام عليكم.